الكلمة. أهلا بكم في مجموعة حلقات جديدة للعهد الجديد في الكتاب المقدس. تكلمنا الفترة اللي فاتت كلها عن العهد القديم، تكلمنا عن إزاي أنه كان في شخصيات محورية وأساسية للعهد القديم، تكلمنا عن أماكن أساسية ومحورية، مشينا مع الشخصيات لغاية ما وصلنا لشعب إسرائيل بالفترة الأخيرة اللي هي فترة السبي ورجوع من السبي، وبعدين شفنا مين الممالك اللي كانت بتتحرك في التاريخ. فتكلمنا عن المملكة الأشورية اللي هي قامت بالسبي للمملكة الشمالية، مملكة شعب إسرائيل، وده تقدروا تشوفوه في الحلقات اللي فاتت. تكلمنا عن بعد كده مملكة بابل، فتكلمنا عن أشور، وبعدين تكلمنا عن بابل اللي عملت سبي، اللي قامت بالسبي للمملكة الجنوبية، وتم السبي على 3 مراحل، وشوفنا كل ده. بعد كده تم الرجوع من السبي، ورجوع من السبي تم برضو على 3 مراحل زي ما قلنا قبل كده. والرجوع من السبي، بعد رجوع من السبي لبس سبتين، احنا عارفين انه شعب اسرائيل، قلنا انه شعب اسرائيل 12 سبت، ارض لما اتقسمت على 12 سبت، ولما حصل الانقسام، الانقسام تم لعشر ممالك للمملكة الشمالية ومملكتين وسبتين للمملكة الجنوبية. الرجوع من السبي تم للمملكة الجنوبية، فتم ليهوذا وبنيامين بس، لو سبت يهوذا وسبت بنيامين، فاللي رجعوا من السبي سبت يهوذا وسبت بنيامين هم اللي دلوقتي نقول عليهم مملكة شعب إسرائيل، مملكة إسرائيل. المملكة الشمالية في بعض منهم رجعوا، لكن واتكلمنا على الموضوع ده قبل كده، انه تم الرفض، رفضوهم لان قالوا لهم انه حصل اختلاط بينكم وبين الشعوب التانية، فانتم ما بقيتوش يهود بيور، ما مش هينفع نعترف بيكم. وشفنا المشاكل دي بعد كده كمان، وهنشوفها اكتر في العهد الجديد لما شخص الرب يسوع لما راح للمرأة السامرية وجاي يتكلم معاها، سألته فاكين، سألته قالت له ايه، ازاي تطلب مني اشرب وانت يهودي وانا سامرية؟ دي كان توضيح لشكل العلاقة اللي كانت موجودة بين المجموعة اللي رجعت من المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، انه كانوا رافضين بعض، ما كانوش معترفين بيهم. ده هنشوفه لما ندخل في العهد الجديد. قبل ما ندخل في العهد الجديد وقبل ما نتكلم عن العهد الجديد، لازم نعرف ايه اللي حصل في فترة ما بين العهدين. العهد الجديد والعهد القديم مترابطين بخط واحد. الكتاب المقدس كتاب عظيم لانه شارك اكتر من 40 شخص في تدوين الكتاب المقدس، وكل هؤلاء من خلفيات مختلفة، كما كانوا على درجات ثقافية متفاوتة، فمنهم الملك ومنهم الطبيب ورجل السياسة، كما كان منهم راعي الغنم وصياد السمك، ومنهم من كان على درجة عالية من الثقافة في عصره، كما كان منهم من لم ينل قسطا وافرا من التعليم، والذي يتقن اللغات الأصلية التي كتب بها الكتاب المقدس يدرك الفارق الشاسع في أسلوب التعبير بين كل هؤلاء الذين كتبوا الأسفار المختلفة. وقد استغرقت مراحل تدوين الكتاب المقدس ما يزيد عن 1500 سنة تقريبا. وهؤلاء الكتاب على سبيل المثال موسى قائد سياسي وقاضي تعلم في مصر، داود ملك وشاعر وموسيقي وراعي غنم ومحارب، عموس راعي غنم، يشوع قائد عسكري، نحاميا ساقي أحد الملوك الوثنيين، دانيال رئيس وزراء، لوقا طبيب ومؤرخ، بطرس صياد، متى جابي ضرائب، بولس معلم ديني، ومرقس سكرتير بطرس. وقد كتب الكتاب المقدس في ظروف سياسية واجتماعية ونفسية وفكرية مختلفة، إلا أنه رائع جدا في وحدة موضوعه. فكل الكتاب يتحدث عن الخلاص بالمسيح يسوع، من أول نبوة كتبها موسى قبل الميلاد بحوالي 1500 سنة عن نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية، إلى آخر شيء كتبه يوحنا في سفر الرؤيا حوالي 95 ميلاديا في جزيرة باتموس. أمين تعالى أيها الرب يسوع. إنه موضوع واحد يسوع، موضوع واحد يسوع، وذلك لأن الروح القدس هو الذي أوحى لأولئك بأن يدونوا لنا تلك الأسفار المقدسة. كل الكتاب هو موحى به من الله، لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم إناث الله مسوقين من الروح القدس. فنحن لا نؤمن بأن الكتاب المقدس كتاب نزل من السماء بكل كلماته وحروفه، ولكن نؤمن بالوحي،
فقد دون الناس الله القديسون، كلمات الكتاب المقدس، كل واحد بأسلوبه المتميز ومفرداته الخاصة، إلا أنهم جميعا كانوا مسوقين من الروح القدس، أي محمولين أو مدفوعين بعمل الروح القدس فيهم تماما، كما تدفع الرياح السفن. وعبارة موحى به من الله، موحى به من الله أي ذات أنفاس الله، يعني من الكلام كان من ربنا. واحد من الكتاب العظام كتب وقال كده أنه الحكم مستحيل بدون الله والكتاب المقدس. أؤمن أن الكتاب المقدس هو أفضل عطايا الله للإنسان. كتير من الفلاسفة اللي تأثروا بالفلسفة واللي درسوا في الفلسفة كتبوا وقالوا كده أن الكتاب المقدس كان لي وقت مرضي خير معز، برغم أنه هو راجل فيلسوف كمان المخترعين وبعد وصول حياتهم وعلمهم لدرجة كبيرة أو من العلم وهم على فراش المرض كانوا بيقولوا كده، ليس هناك كتاب في الوجود ترتاح إليه نفوسنا عند الموت إلا الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد اللي على مدار العصور 1500 سنة أكثر من 40 كاتب، لكنه ليه خط واحد زي ما شفنا في العهد القديم ومشينا مع الحكايات في العهد القديم والقصص اللي حصلت في العهد القديم عشان توصلنا لما اللي هنشوفه في العهد الجديد. لكن زي ما تعودت وقلت لكم قبل كده، ما ينفعش ندرس حاجة غير لما نشوف الخلفية بتاعتها، فما ينفعش تخش تدرس في العهد الجديد إلا لما تشوف إيه اللي حصل في العهد القديم. ولما تشوف إيه اللي حصل في العهد القديم والمراحل الفكرية المتغيرة اللي حصلت لشعب إسرائيل، الخطايا الكتير اللي هم كانوا وقعوا فيها وتعاملات الله معاهم، نقدر نستوعب العهد الجديد. هم مش ناس كتير تقدر تقول انه انا بدرس العهد الجديد لانه اسهل ولكني مش بحب اقرا العهد القديم، احنا خلاص مش محتاجين العهد. ما ينفعش نبني مبنى من غير اساس، ما ينفعش. قبل ما نتكلم عن العهد الجديد هنتكلم على فترة ما بين العهدين. ايه هي فترة ما بين العهدين؟ فترة ما بين العهدين هم 400 سنة الصمت اللي حصلت ما بين في الوحي، 400 سنة صمت في الوحي. الشعب كان متعود على انه دايما الله بيكلمه عن طريق الانبياء، ان النبي يجي يتنبأ، وده اللي شفناه في المرحلة الاخيرة من العهد القديم. وشفنا تقسيمة الانبياء، انبياء كبار وانبياء صغار، قسمنا كمان الانبياء، انبياء تنبأوا للمملكة الشمالية وانبياء تنبأوا للمملكة الجنوبية، انبياء للسبي وانبياء ما بعد السبي. شفنا كل النبوات اللي كانوا عايشين فيها الشعب ده كله توقفت تماما، حصل توقف للوحي لمدة 400 سنة. وهذه الفترة اللي بنسميها فترة الصمت، اللي هم بين اخر سفر في العهد القديم اللي هو ميخا وبين اول انجيل اتكتب اللي هو انجيل مات. الفترة دي فترة الصمت ظهرت فيها حاجات كتيرة قوي، شكلت في التفكير وشكلت في الخلفيات لشعب اسرائيل، ومش بس لشعب اسرائيل، للعالم كله، هنشوفها دلوقتي مع بعض. عشان لما يتولد يسوع نقدر واحنا بنقرا الاناجيل الاربعه نقدر نشوف لما يسوع بيتكلم الفريسيين وبيكلم الصدقيين وبيخش معاهم في حوارات، الفكر ده جاي منين؟ اتكون ازاي؟ فتعالوا على طول نبدا مع بعض في فتره ما بين العهدين ونشوف ال 400 سنه الصمت دي كانت تقريبا من 404 لأربعة قبل الميلاد، من 404 قبل الميلاد لأربعة ميلاديا. دي الفترة اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي. الفترة دي بصوا معايا على الشاشة، الفترة دي اللي هي من 404 لأربعة قبل الميلاد، فترة الصمت اللي هي حصلت فترة ما بين العهدين. ايه اللي حصل فيها؟ من 404 هنقسمها سنين مع بعض، من 404 ل 333 قبل الميلاد تحت حكم الفرس 70 سنة. إسرائيل اللي هو شعب إسرائيل، ولما بنتكلم دلوقتي عن إسرائيل بنتكلم عن سبط يهوذا وبنيامين، سبطين بس اللي احنا بنتكلم عليها. في العودة من السبي، مع ان كورش سمح لليهود بالعودة مرة تانية من السبي، ايه اللي حصل في السبي؟ المملكة الجنوبية تم السبي ليها لمدة 120 سنة. بعد 120 سنة المملكة اللي احنا واقفين عندها دلوقتي اللي تم السبي المملكة الجنوبية هي مملكة بابل. يعني اقرأ التاريخ، اقرأ أشور سيطرت على العالم امتى، وبعدين بابل سيطرت الفترة بتاعتها امتى،
جت مملكة أقوى من بابل اللي هم الفرس. فاحنا اتكلمنا عن أشور وبابل، طبعا بنتكلم عليهم بعلاقتهم بشعب إسرائيل، وبنتكلم علاقتهم بشعب إسرائيل نحن بنتكلم عن كتاب المقدس. لكن انت ترجع تاريخيا للتاريخ وتشوف أشور وبابل والفرس، وتقدر ودي من الحاجات اللي لما نيجي نتكلم انه الكتاب المقدس تاريخيا موجود، التاريخ بيتكلم عن الكلام اللي موجود في الكتاب المقدس. فانت ترجع للتاريخ وتشوف الكلام ده حصل ازاي وحصل امتى. أشور وبعدين بابل وبعدين الفرس. فاحنا دلوقتي المملكة اللي موجودة على الساحة تاريخيا هي الفرس. من 404 ل 333 قبل الميلاد، افتكروا الفترة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي دي فترة ما بين العهدين اللي هي فترة الصمت 400 سنة، مع ان كورس سمح لليهود بالعودة لبلادهم الا انه لم يمنحهم الاستقلال السياسي بل كان يعين لهم الحاكم. فاليهود رجعوا على ثلاث مراحل وشفنا المراحل دي قبل كده، واعادوا بناء الهيكل مرة تانية. الله سمح بكده، التاريخ بين ايدين الله. الله هو اللي بيسمح للملوك والانبياء، وهو اللي بيسمح للزمن انه يتحرك. فالله هو التاريخ بين ايدين الله، هو اللي بيحرك التاريخ عشان نشوف ازاي التاريخ بيتحرك ويتهيأ لميلاد شخص يسوع المسيح. الفرس سمحوا لليهود ان هم يرجعوا مرة تانية ويعيدوا بناء اسوار اورشليم، ويعيدوا بناء الهيكل مرة تانية، ويعيدوا تقديم ذبيحة ويقدموا ذبيحة لربنا. كانوا عايزين يرجعوا المجد مرة تانية لإسرائيل. لو تفتكروا انه الله اختار إسرائيل من أجل هدف واحد، وهو انه يوصل ويشيلوا أي آلهة غريبة وعبادة غريبة ويوصلوا الله لكل شعوب الأرض. وشفنا ده حصل في الصوالات والجولات بدخولهم أرض الموعد وتحريمهم للشعوب الكتير اللي كانت موجودة. لكن فاكرين انه الله حرم الشعوب دي بعد ما اداهم فرصة ان هم يرجعوا، لكن هم ما رجعوش. فالله كان عايز من شعب اسرائيل انه يوصل الله الاله الحقيقي، اختارهم واداهم المهمة دي، مش عشان خاطر بيحبهم وبيكره كل الشعوب التانية ابدا، لكنه ميزهم ان هو اداهم ان هم يروحوا لكل شعوب الارض ويكونوا مملكة قوية مستقرة توصل الله لكل شعوب الارض. سمح لهم بالعودة مرة تانية عشان خاطر يرجعوا، وكان سماح من ربنا، يرجعوا مرة تانية ويعيدوا بناء الأسوار ويعيدوا مجد إسرائيل مرة تانية. لكن كورش سمح لليهود بالعودة لبلادهم إلا أنه لم يمنحهم الاستقلال السياسي بل كان يعين لهم الحاكم. ده حصل إمتى؟ 404 ل 333 قبل الميلاد. يبقى عندنا أول مملكة اتكلمنا عليها وليها علاقة بإسرائيل وتم السبي ليها أشور، وبعدين بابل، وبعدين الفرس. من 333 ل 143 قبل الميلاد جت مملكة قوية، ودي مملكة مشهورة كلنا عارفينها. بصوا معايا على الشاشة، تحت حكم اليونان. اليونانيين 190 سنة. الإسكندر الأكبر، طبعا المملكة اليونانية مشهورة وتأسيس ومدينة الإسكندرية والإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر عمل اليهود برفق وسمح لهم بحرية العبادة ونشر الثقافة اليونانية واللغة اليونانية. كم سنة اليونانيين قعدوا؟ 190 سنة. المملكة اليونانية قعدت تحكم إسرائيل، مش بس شعب إسرائيل لكن ده العالم كله، 190 سنة. إسكندر الأكبر عمل اليهود برفق وسمح لهم بحرية العبادة ونشر الثقافة اليونانية واللغة اليونانية. إيه اللي حصل في الفترة دي؟ قلت لكم قبل كده إن فترة ما بين العهدين كان تأهيل وتجهيز العالم لميلاد يسوع المسيح. اليونان قعدت 190 سنة. الثقافة بتاعتهم تسمى الثقافة الهيلينية. الثقافة الهيلينية، اليونان ما كانوش بيلغوا ثقافة الشعوب اللي هم بيخشوا عندهم، لكن كانوا بيخلطوا الثقافة بتاعتهم واللغة بتاعتهم مع الثقافة واللغة الموجودة. فكان شعب إسرائيل عندهم ثقافة، عندهم لغة اللي بيتكلموا بيها هي اللغة العبرية. لما اليونان جم وقعدوا 190 سنة ما لغوش اللغة العبرية، لكن أخدوا اللغة اليونانية اللي هم كانوا بيتكلموا بيها وخلطوها مع اللغة العبرية وأنتجوا لغة تانية اللي هي اللغة
الأرامية اللي هم كانوا بيتكلم بيها عامة الشعب في وقت يسوع. ففي زمن يسوع في الوقت اللي اتولد فيه يسوع شعب إسرائيل العامة كانوا بيتكلموا أرامي، لغة أرامية. أما لكن رؤساء الكهنة والمتعلمين اتكلموا عبري وأرامي، لكنه انتشار اللغة اليونانية في العالم كله هنشوف ازاي انه ساعد بعد كده في انتشار الكتاب المقدس، في انتشار رسالة الإنجيل، لأنه العالم كله كان يعرف يوناني، العالم كله كان يتكلم يوناني، العالم كله كان انتشرت فيه الثقافة اليونانية. فده ساعد بعد كده الرسل ان هم يوصلوا رسالة الإنجيل لكل العالم كله. العالم في 400 سنة صمت، ما كانتش 400 سنة صمت، تسمى 400 سنة صمت لأنه ما كانش فيها وحي، لكنها كانت بتجهز لاستقبال يسوع المسيح. ساعدت انتشار اللغة اليونانية على توصيل رسالة الإنجيل للعالم كله، لأنه كل الناس كانت تقدر تتكلم يوناني. فاليونان قعدوا 190 سنة من 333 ل 143 قبل الميلاد تحت حكم الإسكندر الأكبر، عامل اليهود برفق، سمح لهم بحرية العبادة، لكنه في نفس الوقت اليونان كانت عكس الفرس، عكس الـ 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 الأشور، عكس بابل، كانت بتسيطر على العالم بالثقافة، كانت بتسيطر على العالم باللغة مش بالقوة. كانوا بيشغلوا العالم وبيغروا العالم ان هم بثقافتهم وبلغتهم، وده اللي حصل فعلا. 190 سنة اليونان سيطرت على العالم بثقافتها وبلغتها وبانتشارها، وسمحت بعد كده انه وساعدت بعد كده في انتشار رسالة الانجيل. طيب احنا وصلنا دلوقتي ل 143، كل ده احنا بنتكلم قبل الميلاد، قبل الميلاد 404 333 تحت حكم الفرس 70 سنة، بصوا معي على الشاشة، 333 ل 143 تحت حكم اليونان 190 سنة، الإسكندر الأكبر عمل يهود برفق وسمح لهم بحرية العبادة ونشر الثقافة اليونانية. إيه اللي حصل بعد 143؟ من 143 شوفوا احنا دلوقتي بنرجع لورا عشان نخش على ميلادية، ل 63 ميلاديا تحت حكم المكابين، مكابين 80 سنة، حصلت ثورة على إيد المكابين. حصل اليهود في تلك الفترة على استقلال تام لمدة 30 سنة. مين هم المكابين دول؟ المكابين دول عيلة يهودية من شعب إسرائيل قاموا بثورة في فترة اليونان عشان يستقلوا بالحكم مرة تانية، وهم اللي يحكموا نفسهم، وقاموا بثورة فعلا وحكموا لمدة 80 سنة، وحصل فيها اليهود على تلك الفترة على استقلال سياسي. في الفترة دي، في الفترة دي، في المرحلة دي بدأت تظهر الجماعات الفكرية المختلفة اللي بدأ يسوع يجادل معاها في الفترة دي، وهو بعد كده. فالفريسيين والصديقيين والأثينيون والكتبة، كل الجماعات الفكرية دي اللي يسوع كان بيجادل معاها في العهد الجديد ظهرت في المرحلة دي، ظهرت في الفترة دي. وهنشوف يعني مش هنخش في تفاصيل قوي، لان انا قلت لكم قبل كده ان النظرة العامة هي عبارة عن خطوط بتساعدنا على الدراسة، بتساعدنا ان احنا بعد كده ندرس، لكن مش هي مش دراسة تفصيلية، لكن هي مجرد مفاتيح لينا بتساعدنا ان احنا بعد كده ندخل نقرأ وندرس. فالقراية والدراسة هي مسؤولياتك ومسؤوليتك. احنا بنفتح بس الباب بمفاتيح تساعدنا على الدراسة، تساعدنا على الفهم. مش بينفع، وانا قلت لكم قبل كده، مش بينفع تمارس عبادة، مش بينفع تخش تعبد ربنا وانت مش فاهم، وانت بس حافظ، وانت بس بتعمل كده انك اتعودت، مش هتستمتع بعبادتك بربنا. قلنا قبل كده انه طقس الكنيسة خارج من الكتاب المقدس، كل طقس الكنيسة، الكنيسة عملت لنا وجبة دسمة عشان نقدر نستمتع بعلاقتنا بربنا، ونظمت لنا، لانه شفنا التنظيم في شخص الله في كل حاجة. فالكنيسة خدت التنظيم من ربنا، من الله، نظمت لنا العبادة عشان نقدر نستمتع بيها. بس لو احنا مش فاهمين مش هنقدر نستمتع،
لو انت مش فاهم دايما الحاجه اللي انت مش فاهمها مش بتبقى مبسوط وبتزهق بسرعه وبتمل ومش بتبقى عايز تعملها. وده اوقات كتيره اللي احنا بنحسه واحنا رايحين الكنيسه، لانه انا مش فاهم فبزهق فببقى عايز اخلص بسرعه. بس يا سلام لو انت تبقى فاهم، هتستمتع كتير قوي، هتنبسط بعبادتك جدا، هتحس ان انت بتلذذ بربنا بالاله اللي انت بتعبده. بس امتى؟ لما تفهم. وده محتاج مجهود ومحتاج ممارسه. محدش بيتولد فاهم ومحدش بيوصل اللي هو عايزه على طول. علشان كده اتعب وادرس واقرا، اتعود انت تقرا، يوم بعد التاني هتقدر تفهم، ولما تفهم هتستمتع. الفريسيين والصدقيين والاثنيون والكتبه، هنتكلم عن الشخصيات دي ومعتقداتهم. كل ده تمسك بتعليم يهوديه متفرقه ظهره في الفريسيين او الصدقيين او الاثنيين او الكتبه، وكل ده اللي قصره الرب يسوع. كل ده اللي كان يسوع بيجادل معاهم عشان يقول لهم انه 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 التعليم المختلف، لان احنا هنبقى في العهد الجديد، ويسوع لما جه ووراهم تعليم مختلف انه قال لهم كده، انا ما جيتش انقض العهد القديم، لكن جيت اكمل العهد القديم، انا جاي اكمله. هنشوف ازاي التعليم المختلفه اللي يسوع قالها، هنشوف ازاي انه موسى حط اكتر من 150 قانون و اكتر من 150 قاعده الناس تمشي عليها، وصيه الناس تمشي عليها، قال له بعد كده، لكن يسوع حط قاعده واحده، تحب الرب الهك من كل قلبك، وصيه واحده، تحب قريبك كنفسك. هي وصيه واحده قايمه عليها القاعده الاساسيه لكل وصايا. لو عرفت تحب الرب الهك من كل قلبك، لو عرفت تحب قريبك كنفسك، هتتبع كل الوصايا، هتعرف تعيش كل الوصايا. كمان يسوع قال انه حبوا اعدائكم، باركوا اعينكم، احسنوا لاجل الذين يسيئون اليكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. انت مش بس تحب قريبك، لكن تحب عدوك. والثانيه مثلها، يعني لو ما عرفتش تحب قريبك كنفسك، مش هتعرف تحب الرب الهك. ما كانش ينفع يتقال ده في العهد القديم، لكن ينفع يتقال في العهد الجديد. ليه؟ لان يسوع لما جه هو كان احسن مثال لينا نتعلم منه. تحب قريبك ورنا هي المحبه الحقيقيه. عشان كده دايما نقول التجسد، شخص الله تجسد في صوره ابنه حبيبه يسوع المسيح، عشان يوري الانسان مثل حقيقي قدامه. لما يتكلم عن المحبه يقدر الانسان يعيشها. ليه؟ لانه شاف شخص الرب يسوع، شاف شخص قدامه حقيقي، مش بس كلام، مش بس ده الكلمه صار جسدا وحل بين الكلمه صار جسدا وحل بيننا. فشخص الرب يسوع بنفسه عمل كده، وهو مثال احنا نحتذي بيه، كل انسان يحتذي بيه. ما كانش ينفع في العهد القديم يتكلم عن تحب عدوك، ما ينفعش، الناس ما كانتش هتقدر تفهمها. لكن ليه الناس فهمتها في العهد الجديد؟ لان يسوع هو على الصليب صلى لاجل اعدائه، صلى لاجل الذين يسوئين اليه، صلى ليهم، ادانا مثال نقدر نعيش بينه. الفريسيين والصدقين والاثنيون والكتبه، المكابين، ثوره المكابين، حصل اليهود في تلك الفتره على استقلال لمده 80 سنه. بعد كده من 63 قبل الميلاد ل 4 قبل الميلاد تحت حكم الرومان. احنا دلوقتي بنخش على ميلاديا، فعندنا من 63، بصوا معايا على الشاشه، من 63 ل 4 قبل الميلاد تحت حكم الرومان 60 سنه، وبدات السيطره الرومانيه، وقامت روما بعمل اكبر شبكه طرق ومواصلات. يبقى احنا عندنا دلوقتي اكبر شبكه طرق ومواصلات اتعملت في وقت حكم الرومان، ساعدت على السفر للرسل، انتشار اللغه اليونانيه ساعد على انه كل تقريبا العالم بيقدر يفهم اليوناني، فساعد على انتشار الانجيل، ساعد ان الرسل يوصلوا رساله الانجيل. الرومان كمان بالسيطره بتاعتهم وعملوا اكبر شبكه طرق ومواصلات ساعدت على السفر،
للرسل ان هم يقدروا يسافروا ويروحوا ويجوا ويوصلوا رساله الانجيل. فال400 سنه الصمت ما كانتش 400 سنه صمت، لكن كانت 400 سنه لتجهيز العالم واعداد العالم لميلاد يسوع المسيح. بصوا معايا الخريطه، فلسطين في زمن في العهد القديم، فلسطين تقريبا الخريطه دي اللي احنا تقريبا 90% من تاريخ العهد القديم بنتكلم عليها. فلسطين تحت حكم المكابين من 143 ل 63 قبل الميلاد، 120 سنة المملكة متحدة، ولم يتوحد اليهود مرة أخرى تحت حاكم يهودي إلا في حكم المكابين اللي استمر لمدة 80 سنة. آخر ملك في المكابين هو اسمه أرسطو بولس، واستنجد بالرومان فاحتلوا البلاد. اخر ملك في المكابين، يعني بصوا انتهى وقت المكابين ازاي، انه الملك ده اللي اسمه ارسطو بولس، او ارسطو بولس، استنجد بالرومان فاحتلوا البلاد. هنقول بسرعه شويه افكار عن الفكر الفريسي والافكار اللي ظهرت الافكار المختلفه اللي ظهرت، عشان لما نخش في العهد الجديد نقدر نشوف المجادله اللي كانت بتتم دايما بين يسوع والافكار المختلفه دي. ليه الفريسيين والناموس الحرفي؟ تعالوا نشوف مع بعض الفريسيين كانوا بيفكروا ازاي. الاسم يعتقد ان اللفظ الفريسي مشتق من الكلمه العبريه فرش، بمعنى فرز او عزل او فصل، وعليه الفريسيين هم المنفرزون او المنعزلون. فالانفراز او الانعزال الذي يتضمنه اسمهم قد يكون انفصالا عما عن كل نجاسة، او انفصالا عن العالم، او يكون مرتبطا بموقف تاريخي معين. فمثلا لعل الفريسيين نشأوا تعبيرا عن التجنب الدقيق لكل العوائد الوثنية. يعني هما نشأوا الفريسيين اصلا بداية نشأتهم ان هما يتجنبوا كل العوائد الوثنية اللي كانت منتشرة في الوقت ده في زمن عزرة ونحمية، او عن رفضهم لاتباع الاساليب اليونانية. كمان كان رافضين ان هم يتبعوا الاساليب اليونانية رغم التهديد بالموت في زمن انتيكوس ابيفانس. الفريسيين او نتيجة كانت الخلافة الذي حدث بعد اعادة الاستيلاء على الهيكل في 165 قبل الميلاد بين المكابين ومجموعة اسمهم الاتقياء. كان في خلاف حدث بعد إعادة الاستيلاء على الهيكل في سنة 165 بين المكابين والأتقياء أو مجموعة اسمهم الحسيديين، الذين كانوا على استعداد للمحاربة لأجل الحرية الدينية، ولكن ليس من أجل الاستقلال السياسي. لقد صارت كل هذه الاحتمالات عن نشأة الفريسيين، وقد يكون في كل منها شيء من الحقيقة، ولكن ليس من سبيل للجزم بأي منها. يعني كل دول نقدر نقول ان هي اسباب لنشأة الفريسيين. ظهر اسم الفريسيين لاول مره في عهد حكم يوحنا هيركانس سنه 135 ل 104، كل ده بنتكلم قبل الميلاد. وبيقول يوسيفوس الكاتب اليهودي المشهور انه كان لهم نفوذ كبير على الجمهور في ذلك الوقت، وقد كان هيركانس نفسه واحدا منهم، ولكن حدث سوء تفاهم بينه وبينهم فانسحب منهم وانضم للصديقيون. ويضيف يوسيفيوس قائلا انه نتيجه لهذا كرهت الجموع هيركانس وابنائه. الفريسيين مجموعه ظهرت في وقت المكابين نتيجه لرفضهم ممكن يكونوا صح، لرفضهم عادات وثنية فانعزلوا عن العادات الوثنية دي اللي ظهرت في وقت عزرة ونحمية. انعزلوا عن في المجموعات بتاعتهم وانعزلوا عن العادات الوثنية دول. كمان رفضوا لبعض العادات اليونانية والممارسات اليونانية كما موجودة. الفريسيين ممكن يكونوا، احنا قلنا معناهم العزل، ممكن يكونوا ظهروا او بدأوا مظبوط، يعني كان اتجاهاتهم صحيحة، لكن بعد كده لما كملوا هنشوف ازاي ان يسوع جادلهم
وخش معاهم في جدال، لان هم تمسكوا بالعادات والتقاليد بتاعتهم دي ورفضوا اي حاجه تانية. فهم تمسكوا بعاداتهم اكتر من هم يعني حسوا ان هم اللي بيعملوه ده هم المظبوط ومفيش اي حد تاني صح بالنسبه لهم، ولان هم رفضوا الوثنيه ورفضوا العبادات اللي كانت موجوده ورفضوا الثقافات. لكن تمسكهم ده خلاهم ينسوا كمان إن العباده الحقيقيه بتاعتهم. فاوقات كتيره قوي بنتمسك باللي المفروض يتعمل وبننسى اصلا احنا بنقدم العباده دي لمين؟ لشخص الرب يسوع. بننسى الهدف وبنفتكر الوسيله. اشجعكم على القرايه بصوره مستمره، اشجعهم على القرايه مستمره في الكتاب المقدس. ابعتوا لنا لو كان عندكم اي سؤال، هيظهر قدامكم على الشاشه الايميل بتاعنا الكلمه@logoschannel.com. ابعتوا لنا لو عندكم اي سؤال، هنكمل بسرعه في الافكار المختلفه اللي ظهرت في فتره ما بين العهدين عشان ندخل على العهد الجديد ونشوف ايه اللي حصل. اخذنا اللي حصل في فتره ما بين العهدين، فتره الصمت 400 سنه، الشخصيات اللي كانت مسيطره على العالم، الله كان بيعد التاريخ ازاي لميلاد يسوع المسيح، وبدأت تظهر افكار مختلفه. اتكلمنا على الفريسيين، هنكمل المره الجايه. اشوفكم الحلقه الجايه مع برنامج الكلمه. الكلمة.